أهلا بكم إلى موجز الأخبار مباشرة من قناة السابعة. أكد المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي ذراع أنه لا يمكن لرؤساء البلديات الرافضين التعاون مع اللجان البلدية المكلفة بمراجعة القوائم الانتخابية التابعة للسلطة إيقاف العملية أو تعطيلها، قائلا أنهم غير معنيين بتنظيم الانتخابات أصلا وفقا لقانون الانتخابات الجديد. وقال ذراع أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلقت عبر أغلب بلديات الوطن وتسير بطريقة عادية، ما عاد بعض البلديات لأسباب تقنية ورفض رؤساء البلديات التعاون مع اللجان البلدية التابعة للسلطة. وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أحصت بالأمس 39 مترشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل. في موضوع آخر، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد أنه سيتم تقييم عمل الأمناء العامين للجامعات ومساعديهم عبر كافة الولايات بداية من 6 أكتوبر القادم، وذلك للدور الهام الذي يلعبه هؤلاء في ضمان السير الحسن للجامعة. وتتكون اللجنة الوزارية التي ستعمل على تقييم عمل هؤلاء من المفتش العام للوزارة رئيسا، مدير الموارد البشرية عضوا، مدير الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير عضوا، مدير التحسين حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي عضوا، ومدير لدى الدراسات لدى الأمانة العامة عضوا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.